adverbs of frequency يعني ظروف الدالة على التكرار. كلمات كل كلمة منها تعتبر حال يعني بتدل على تكرار أو نسبة تكرار معين، زي always دائما، يعني هنا التكرار 100% يعني دائما، usually تكرار نسبة تقريبا 90% معناها عادة أو غالبا، often هي often أو often لها نطقين يعني، والنطق الأشهر هو often معناها كثيرا يعني يحصل مرات كثيرة، تقريبا 60% 70% نسبة تكرار. sometimes أحيانا، sometimes دي بقى وسط يعني نسبة تكرار الشيء أو الفعل، نسبة تكرار الفعل 50%. seldom قليلا أو occasionally نفس المعنى تقريبا، إنه قليلا وإنه غير منتظم يعني ليس متكرر كثيرا، occasionally هكذا. فنسبة تكرار تقريبا 30% زي كده. rarely نادرا نسبة تكرار 10%، و never الفعل يعني نسبة تكراره 0% ما يحصل أبدا يعني. طيب كده عرفنا معانيها، أول شيء نعرف معانيها، تاني شيء نعرف فين موقعها في الجملة. موقعها يكون قبل الفعل، يعني لو أنا بستخدم always أقول أنا دايما مثلا أصحى بدري، خلاص أقول I always get up، أهو الفعل عندي get up early، هو ده الفعل هو get، وده always يكون مكانه قبل الفعل كده. he usually drinks coffee in the morning وهكذا. فتيجي مكانها قبل الفعل إلا لو كان الفعل ده verb to be، يعني am أو is أو are أو was أو were، هو ده verb to be. لو كان الفعل verb to be تيجي بعده يعني زي كده مثلا تقول I am usually late، أنا في الغالب أو عادة أكون متأخر، أو I am always late، أنا دايما متأخر، أنا دايما بدري، I'm always early، he is هكذا، he is always أو he is usually on time، هو دايما يعني أو غالبا يجي في الوقت. لكن يعني sometimes ممكن تيجي في نفس المكان ده، ممكن تيجي في بداية الجملة، تقول كده في بداية الجملة sometimes I get up late، أحيانا يعني تبدأ أنت الجملة ب sometimes بالكابيتال كده، sometimes I get up late. يبقى الحاجة الأولى إيه معانيها، الحاجة الثانية فين مكانها في الجملة، وهي دايما تستخدم مع زمن present simple، يعني تلاحظ الأفعال I always get up present simple هي تعتبر من علامات الـ present simple أيضاً.